بن هشام قال كنا جالسين فأتى علينا فلان. هنا كنقولوا في الجنس الأدبي اللي سميتو المقام. من كنقول أجي نحكي لك وهذا تراث شعبنا، الجدة تحكي، الأب يحكي، نقراو هذا جنس الحكاية. لذلك حنا عندنا واحد المزيج، لما نكتب القصة القصيرة في المغرب تأثرنا بهذا المزيج من الموروث الثقافي العربي في المقامة، ومن الحكاية عند الأزليات الفيلة وليلة وكلية وليلة. وهذا التراث ليس بعربي وليس بأمازيغي، وإنما هو تراث إنساني عالمي، لأن ابن المقفع قام بالترجمة فقط لبيدبا الفير، ولامارتين في القرن السابع عشر قام بترجمة الإيزوبيات نسبة لإيزوب الإغريقي ما قبل الميلاد، آلاف السنين ما قبل الميلاد. ونرى بأن نفس الحكاية تتكرر، عندهم روميو وجولييت، نحن عندنا إسري وتسليت، وعندنا بالمناسبة واتساب وتوريث. إن كانوا يقولون بأن مصر هبة النيل، أنا أقول ثوريث، هو كان متقرب الأمازيغية ثوريث ماشي توريث، ثوريث نوزع إغزار نزع لتعني حكاية لها أساطيرها هي الأخرى. توريث وأنها التوريث موجودة في المغرب كله، حتى في الجزائر في القبائل يقولوا ست توريث، أي تورير أورير هو الجبل بالأمازيغية، وتورير هو تصغير للجبل حتى وصل أنه تسمى على الهضبة. حتى شيت أنا سي ميلود وسي القدر بوراس كنشوفوا تورير وما تبقى منها. وهذه الحكاية الأسطورة بين هاد كقلت، إذا قالوا مصر هبة النيل أقول تورير هبة ورزة، هي حكاية. الحكاية الثانية هي هذا المولود حقيقة الأوهام. ولادة هذا الكتاب قصة في حد ذاتها. قبل أن نقرأ الكتاب، وربما الأستاذ الدكتور سعيد معاليا سيحدثنا عن المخاض، عن الولادة، وعن تجربة النشر والطبع والتوزيع. هذه قصة وحدة، من غير القصص اللي كاينة من داخل. علاش؟ لأنه لما تنشر كتاب ورقي، هذه الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر منها المغرب كله، ومن جيبك، وتقول ورغم هذه المنافسة نتاع الانترنت، الناس ما بقاوش يقراو الورقي، يقراو الانترنت. وهذا انا كنعتبره فعل نضالي لاغناء المكتبة الورقية او تشجيع القراءة. هذا الشيء كنقول بان القصة الاولى هي قصة عشق بين وزة والجمعية اليوم، انها ماشات على المرأة حصيلة الحقوق والانجازات، وقصة هذا المولود الجميل الذي برع فيه صراحة الدكتور سعيد المعالي. إذن قلت قبل قراءة الكتاب كان هذه القصة ديال شكون يزعم في هذا الوقت باش يطبع كتاب فلوسه اللي حاصل مازال ما عملتش وقتها. صعب جدا أنك تشتغل ثقافيا في واحد الطرفية للقراءة فيها استثناء. شكون اللي يقرا؟ ولادك عندهم مقرر في الدار ومتبوعين بالامتحانات ويلا واش يقرا غير الدرس ديالك. هذا اذا واحد التوطين او واحد الدخول للموضوع. هذا الكتاب علمتنا نظرية نقدية قبل ما تبدأ إسقاط، لأن مع الأسف في الجامعة المغربية حاليا خصوصا في كلية الآداب
كيجيو اساتذه كيجيو مجموعه من الوصفات الجاهزه لقراءه الكتب والنصوص، ويطالبون الطلبه باعاده نشر البضاعه يوم الامتحان. وكأن كل الكتب، كل الروايات، كل القصص تقرأ بنفس الطريقة أو بنفس المنهج، وهذا خاطئ. الكتاب هو الذي يفرض عليك منهجية القراءة، ماشي تجي أنت تقول أنا عندي بحال اللي كتلعب الكلمات المتقاطعة غي عمر. الكتاب هو اللي خص يفرض عليك المنهجية العلمية للقراءة، ماشي تجي وتقول قال فلان قال غريماس قال تودوروف قال فلان قال فلان، وتبقى تكتب على الطلبة ديالك في الكلية وتقول لهم كي قرط حسين بضاعتكم ردت إليكم، وكيخرج الطالب الجامعي ما عارف لا أدب ولا نقد من غير أن ادك ديك الورقة فرحان بها سميتها إجابة على الأسف. حقيقة الأوهام الدراسة السيميولوجية، ما معنى الدراسة السيميولوجية؟ هي دراسة العلامات، هذا الغلاف في مجموعة العلامات. العلامة الأولى هي العنوان الرئيس حقيقة الأوهام. المعلومة الثانية، العلامة الثانية أنه مجموعة قصصية. بعد تأتي لوحة وسط الغلاف أو واجهة الغلاف، بعدها اسم. علاش هذا الترتيب هذا؟ أولاً حقيقة الأوهام، من يقرأ هذا العنوان يفكر في عدة فرضيات قراءة. حقيقة والوهم في الفلسفة، أنا الحقيقة مقولة فلسفية من بين اهتمام الفلاسفة، من بينهم مثلاً أفلاطون الذي يتحدث عن الحقيقة المطلقة في عالم المثل والحقيقة الشاحبة المقلدة التي نحاكيها لهي عالم مادي، وهي الوهم كما يمكن التعبير عن حقيقة الأوهام. وكذلك من المجال الدين، مقاربة دينية، هذه فرضية ثانية في العنوان، مقاربة دينية ليس بالدين الإسلامي فقط، جميع الأديان السماوية، أن الحقيقة المطلقة هي الله، والوهم هو وساوس الشيطان، أو عند المسيحيين ما يسمى بالمسيح الدجال. وفي الأدب، قرأنا العديد من الروايات العالمية والمجموعات القصصية، لكن أهمها كان ذاك التيار الذي مزج بين الواقعية الصرفة والعجائبية والغرائبية، باعتبار أن الواقع لما تكثر فيه الصور المبالغ فيها من الفقر، من القمع، من عدم احترام كرامة الإنسان، يصير عند الكاتب واقعا آخر، واقع يشبه العجب، يشبه الغرائب. لما تحكي قصة لفلان عن حدث عادي يومي، يقول مستحيل أن هذا يقع مثلا في توريرت أو يقع في المغرب أو يقع في هذا العالم. لذا انتبه أديب فرنسي في القرن 19، هو الذي أثر على العديد من الكتاب الروس مثل تولستوي، وأثر كذلك على العديد من الأدباء الأوروبيين مثل شارل ديكنز، مثل هوفمان، مثل الأمريكي إدغار بو، وكذلك المعروف عالميا كافكا، وأثر كذلك على عرب، نجيب محفوظ تأثر ببلزاك. الأدباء العظام تأثروا ببلزاك. وعلاش بلزاك؟ ما دخل بلزاك بهذا الكتاب الذي نحن بصدده اليوم؟
بلزاك كتب مجموعة من الروايات والمجموعة القصصية وسمى المجموعة الكاملة لكتبه بالكوميديا البشرية، لا كوميدي هومان، كوميديا البشرية، أن ما يحدث في الواقع المؤلم المر سماه بالكوميديا، وأنهى أعماله الكاملة برواية قريبة جدا من هذه المجموعة القصصية، والذي سماها الأوهام الضائعة، les illusions perdues، 600 صفحة، كتب فيها بالزاك 600 صفحة، وترجم فيها الواقع الأوروبي منذ القضاء على الفيودالية والإقطاعية في أوروبا إلى صعود البرجوازية إلى طلوع الطبقة العاملة وظروف اللي عبر عنها أندري مالرو لا كونديسيون هومان، يعني الشرط الإنسان كيف يعيش هذا البشر. ننتقل إلى الصورة. الصورة هي هذه الصورة هذه معايا، هي ترجمة للعنوان. لما نركب حافلة أو سيارة نظن بأن البربريج الواقية الزجاجية ستقينا، تسمى واقية، لكن الزجاج لما يتشظى كما في هذه الصورة نظنه حقيقة أنه سيقينا، لكن لما يتكسر الزجاج لا يمكن جبره، فيكفي بحركة ليتفتت. هذا هو الواقع عندنا، نحن نقول كثير من الأشياء ونكتشف بعدها أنها كانت مجرد أوهام. ربما هذه نظرة سوداوية قد يقول البعض، لكنه الواقع كما صوره الدكتور سعيد ناليا وكما صوره غيره. في هذا الاتجاه نقرأ مثلا، عندما أقرأ المجموعة القصصية للأستاذ الدكتور سعيد ناليا أتذكر العربة لمحمد زفزاف في نفس المنحة، وأكبر أديب في القصة القصيرة في المغرب والعالم العربي بدون استثناء هو المرحوم محمد زفزاف، وأتى على أثره الكاتب المرحوم محمد شكري بمجموعته القصصية مجنون الورد اللي وصلت للقمة، هي أكثر من ذاك كتب الحافي وغيرها، وصلت للقمة. اسم محمود شكري، المرحوم محمود شكري كتب مجموعة قصصية ترجمت لأكثر من 30 لغة اسمها مجنون الورد في نفس الاتجاه. هنا نتساءل لما نقرأ قصص 16 قصة كاينة هنا، 15 قصة هنا، نتساءل ما هو جديد؟ دكتور سعيد ناعي، لأن لما تلقى هذه القصة تقول هذه بحال سمعتها البارح، بحال شفتها، يعني حتى أسماء الشخصيات والأماكن والأزمنة تقول هذا الشيء راه بعد فلان البارح قال لي شي حاجة بحال هذه. تسأل هنا كنجيو للسمية ديال سعيد ناعي، ما كنحلو غير سعيد ناعي. شنو كيقول لنا؟ ظهر لينا. أنا مثلا ما كنعرفوش مثلا، أنت كتشري كتاب من كتابة ما كتعرفوش، ما عمرك ما تلاقيتي به. كتقرأ الدكتوراه في فقه الأسرة، في فقه الأسرة، خبير في الإرشاد والوساطة، دكتوراه في فقه الأسرة والتحديات المعاصرة، خبير في الإرشاد والوساطة الأسرية بوجدة. شنو هذه المعلومة؟ شفاش كتنفعني أنا كطالب كقارئ كناقد؟ أن هذه القصص هنا ليست الاستهلاك الأدبي، ليست لمجرد المتعة أني قريت قصة ولا شفتها فيلم ولا مسلسل، إنها معنى خبير يتحدث عن أسرة وأسر، وبالتالي فنحن لسنا أمام
مجرد قصص تقراها وتسكت تعجبك ولا ما تعجبكش، حنا امام خبير، وبالتالي الشخصيات المتواجده عبر القصص هي حالات كلينيكيه، وكانه ماشي كانه انه يقوم بدراسه حالات سكون ابيرون فرونسي ليتوديكا، كما كان يقوم بذلك سيغموند فرويد. سيغموند فرويد كان طبيبا ومحللا نفسيا واديبا، هذيك ما كانش ما كيعرفوهاش عليه الناس، غير ان هذاك الشخصيات مثلا من كنجيو الشخصيه الاولى عماد، كاينش سميتو عماد ولا سعيد ولا محمد، هذا عينه حاله تقدر يديرلو اكس، لان الطبيب لا يبوح باسماء مرضى. والمريض هنا في القصة ليس شخص، إن ليس محللا نفسيا، هو الأسرة المغربية. قد يتساءل البعض واش هذا داخل في إطار المجتمع، لكن نقولوا فقه الأسرة، كان ذكي هذا العبارة ديال فقه الأسرة وما بقاش على المجتمع. حتى بعض الإخوان اللي قرأوا تبعت على الفيسبوك هذه المجموعة قالوا بأنها مقاربة سوسيولوجية. أنا كنقول وتحمل مسؤولية ما نقول، إحنا في المغرب مازال ما وصلناش للسوسيولوجيا، مازال إحنا في الأنثروبولوجيا. إحنا مازال في علم الأعراق والقبلية، مازال عندنا فكر القبيلة، مازال عندنا فكر هذاك ولد فلان من آية فلان من آية كذا، تقريبا هذا الشيء في الكورة في الانتخابات. ما عندناش بنى مؤسساتية لمجتمع يجي عالم سوسيولوجي عن اجتماع يقوم بالدراسة ديالو. احنا مازال عندنا علم الاثنيات اي علم الاعراق يجي يدرس العادات والتقاليد ديال قبيلة كذا قبيلة كذا وقبيلة كذا وقبيلة كذا، لان الهم القبلي والانتماء القبلي مازال معشش فينا. إذا مين كتقول مقاربة سوسيولوجية كنقول الأخ سير راجع المراجع ديالك، سير عاود تقرا، راه ما عندناش سوسيولوجيا، ما عندناش علم اجتماع. مين كتمشي تجيب لي ديوركايم ولا تجيب لي حتى بن خلدون ولا تجيب لي ليفي ستراوس ولا تحاول ما يمكن تطبق النظرية ديالو على المغاربة، راه ما تنجح لكش. وتقول هذا المجتمع ما داير هكا، راه ماشي داير هكا، راه دايما داير هكا، راه انت اللي ما عرفتيش تقرا، كتجيب لي نظريات غربيه في علم السوسيولوجيا باش دير لا بروجيكسيون ما يسمى بالاسقاط، اسا ما عرفتش با ولدي. دخل عندي للقبيله، ترى منين كتدخل عند بني زناسن ترد تلقى واحد راجل كبير حاج هكا وتجي تسمع ويقول لك بالشلحه، ما يقولكش شكون انت ولد من انت ولا، كيقول لك بالشلحه واش اللي روي؟ كتقول شكون ولدك؟ من انجبك؟ واش يروي؟ تسال تقول واش هذا كيضحك معايا ولا بصح ولا بنيتو راه كيقولها، بمعنى نسبك يؤكدها يؤكده من انجبك. هذا من جهه، من جهه اخرى حتى هذا من انجبك في الثقافه ديالنا، ومناسبه عيد المرأة نقولها واحد المعلومه اللي تجي غريبه عند العرب. كنقول العرب يعني الجزيره العربيه نجد الحجاز والى اخره، من كنقولوا ميس فاطمه ولد فاطمه، هاد كيقول علاش هاد السيد هذا كيتسمى على سميه امه ما كيتسماش على سميه با، عندهم عيب هما. حنا بالعكس، حنا المجتمع الامازيغي دائما قدم المراه وشرفها، هذا اللي ما عارفينش الناس، إن من كيقولوا ولد فلانه كان الادنى موجود، بالعكس بالعكس انه واحد الشرف، لان دائما حنا كنعرفوا بان الهجره شفتوا الاقليم ديال الناظور ديال الجراده ديال التوريط معروف بالهجره الى الخارج. شكون كان كيقابل هذا الجيل هذا اللي راه طالع؟ راه النساء. من كيقولوا ما كيعرفوش برا في فرنسا، راه في المانيا راه تالف كيجي الخبز،
إذن ما كانش تفكك أسري، فهمنا القصة هذا اللي كانش تفكك أسري. هذا الشيء ديال حشومة وحرام وتسميه بالمرة وهذا إلى آخره، هذه ثقافة دخلوها لنا ناس أخرين اللي مشارقة اللي ما عندهمش. يعني كيقول لك عندنا ارتباط بالمشارقة، ما في الدين الإسلامي حوايج أخرين ما كاينش. اللغة العربية الفصحى واخا ديالنا، الدين الإسلامي واخا ديالنا مجموعين من شي حاجة أخرى ما كيجمعنا معاهم حتى حاجة. حتى النظرة ديالنا للمرأة ماشي هي النظرة ديال المشارقة للمرأة. اللي كنقول ولد فاطمة راه كيتشرف، كيتشرف بها، راه ماشي كتنقص منه، العكس ماشي كتنقص منه. هذا اللي عنده داك التأويلات السطحية البسيطة، أنا راني دخلت في المجموعة القصصية وقلت بأن أولا بالنسبة للأسماء اللي غادي تلقاوها هنايا ما تبقاش تقلب تجري على اسم عماد ولا محمد ولا عبقري، راه حالة كلينيكية، هو اختار عطالو ذاك الاسم غير باش نتبعوه في القصة وصافي. وكأنه راه في العيادة ديالو جاب دميل في كل مريض، والمريض هنا ماشي شخص وإنما الأسرة ككل. وحتى منين لعب الدور ديال الاب، هنايا كيسميها ديال فيليب تخوا جون جونيت، كيسميها تعدد الاصوات الحكائيه. هنا باش ما نملوش ملي كنقراو له، كتلقاه فلان كيهضر، من بعد كتلقى واحد فلان اخر كيهضر. هنا تعدد الاصوات الحكائيه كيتسمى بوليفوني، كتسمى تعدد الأصوات الحكائية، تتسمى اختلاف تبعير، تبعير لا فوكاليزاسيون، من يتحدث يعني أي وجهة نظر، هذا هو التبعير، تبعير أو لا فوكاليزاسيون، هذا كلمة تقنية كنعرفوا بها من وجهة نظر من. هذه تقنية ديال تعدد الأصوات الحكائية ديال الأستاذ دكتور سعيد، باش يدخل مباشرة بلا ما يقول أنا الكاتب كندخل، أنا الدكتور المدرسس كندخل، كيدخل إما باسم الأب كينصح، وإما باسم الضمير. والسؤال اللي كيطرح من وراء هذا الكتاب الرائع جدا أسلوبا ومغزى، أن كتسأل وهاد القصص كنعرفهم حتى أنا والحب، الإنسان راه كيتساعد على الحل، لأن راه عنده أسرة. أنا كنقرأ، أنا أم، أنا أب، أنا ابن، أنا ابنة. هذا السيد راه كيطرح مشاكل ديال الأسرة المغربية، واش عطانا شي حلول؟ إذا كان دارس فقه الأسرة، أنا شوية منقد، إذا كان دارس فقه الأسرة من الناحية الدينية، وجا باش يدير لنا الوعد والإرشاد، الوضع الوعد والارشاد راه عندنا كل جمعه، وليتنا نهتدي. كتلقى المغربي كيسمع القران في الصباح، كيصلي الظهر، كيصلي العصر، كيصلي المغرب، كيصلي العشاء، كيسمع القران، كيمشي للمدرسه، كيقرا الدروس ديال التربيه الاسلاميه، وكتلقى فاش كينقل في الامتحان الدروس ديال التربيه الاسلاميه. كتلقى النهار كامل هو مع الدين الاسلامي، مع الخطب تاع الجمعه وكذا، كتقول من هاد الناس ما بغاوش يتقادوا. اذا ولا كان هذا الكتاب هذا باش يدير لنا الوعظ والارشاد، غادي نقول له سير دير خطبه في الجمعه وبلا ما تكتب هذا الكتاب. اذا كان يكون مصلح اجتماعي، مصلح اجتماعي فيه وفيه، مش يدير جمعيه ويدير الاصلاح الاجتماعي. هنا كنهضروا على واحد الدكتور، دكتور بمعنى عنده عينات، هذا هو الدكتور سعيد بن عالية. ماشي جاي يدير مرشد اجتماعي، ماشي جاي يدير واعظ ديني، جاي يدرس حالات منهج علمي، ولكن كيأمن ثقافة المشاركة. أنا كنعطيك قصة فكر معايا، هذا المنهج، هذا المنهج ماشي جديد في الأدب، هذا المنهج عنده المسرح البريختي، بريخت، كيتكتب بريشت كذلك، بريخت الذي
اعتمد في مسرحيته على أن يترك القفلة مفتوحة، قفلة المسرحية أن يتركها مفتوحة لمن؟ للجمهور. كيف الجمهور كيقول علاش ما لهاش المسرحية؟ هو شنو؟ وكتلقى الجمهور بيناتهم مختلفين على نوع الحل اللي. إذن هذه رسالة من الأستاذ سعيد، يقول هاني حالات وما ندعوكمش باش تقراو الكتاب غير باش تستمتعوا بقصة، راه مزيان حنا في إطار الأدب قصص، هذا قصص، ولكن في نفس الوقت أن هذا الإشكال ديال المجتمع المغربي والأسرة المغربية راه مسؤولية جماعية خصنا نفكروا فيها كاملين، وراه ما كاينش حلول كتنزل من السماء، ما كاينش حلول كتنزل من السماء. غادي نخلي نعطي الكلمة للأستاذ السيسي دايم باش ما تنمرش عليه.